أولا غياب الأمن، انتشار السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض واضح النهار. وملي كنديرو شي حاجة راه الأمن ما كاينش. تجزئة السيد العربي، حاولت نعطي واحد التشخيص شامل النقاط اللي وضعت قدامك، يعني كتمثل المشاكل اللي كتعيشها الساكنة. أولا غياب الأمن، انتشار السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض واضح النهار. ثانيا بعد النقل وسيلات النقل ولا الحافلة على الجزيئة. ثالثا عدم توفر الجزيئة على ملاعب القرب. رابعا الإغلاق المستمر للمسجد الواحد للتجزئة. خامسا عدم توفر التجزئة على إعدادية ولا ثانوية. سادسا غياب الإنارة والأزقة بعد الشوارع. سابعا انتشار البطالة. وتاسعا الانقطاع المستمر للماء والكهرباء دون سابق انذار. والسلام. شكور السياسيين اللي مشيت مع هذه الاسئله، يعني اللي استفاد بزاف واللي ما استفادش بزاف. وملي كنديروا شي حاجه راه الامن ما كاينش. يعني اللي جا يدخل هذا مقاطع سكري على الداخل، يعني غنديروا واحد لابو سكيورتي في الباب، راه ما غاديش راه تنظن ما كانش كامل متعاطين معايا بهذا الشيء. كيف ما كتشوفوا اخوتي، حنا الان كنتواجدوا في الدخله ديال مدينه عين عوده. هنا عندنا واحد الكوميساريه خاصه بالامن الوطني، وكذلك ومثال عندنا جوج المراكز ديال الشرطه اخرين في مدينه عين عوده. والامن الوطني على الابواب ان شاء الله، وكنقولوا ان رجال الدرك الملكي دايرين فوق جهدهم، والمدينه كتكبر نهار فوق نهار. ماشي من السهل، ماشي من السهل المدينه اللي استقبلت الساكنه ديال الرباط وتمارة وفي جميع ربوع المملكة، يعني المدينة اللي كتكبر نهار فوق نهار، يعني في انتظار دخول رجال الأمن الوطني. وشكرا رجال الدرك الملكي على المجهودات اللي كيقوموا بها، صراحة نمو ديموغرافي كبير، الله يدير اللي فيها الخير والله يصاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.